التجارة الإلكترونية ساهمت في تشجيع موجودة النساء، التجارة الإلكترونية هذه، هي ممكن تكون هي علت نسبة المشاركين في التجارة أو سيدات الأعمال. موجودة هذه الأعمال، لكن أنا ما أقدر أتكلم فيها لأن هذه مو مجالاتي، خصوصا التجارة التجارة الإلكترونية. الإلكترونية لا ما هي مجالاتي، هي بزنس على أرض الواقع. هي هذه تجاربي، هذا نعم. عملي أتكلم عنها. فإحنا لما نقول هي مناسبة للجميع، ما تحتاج شهادة، ما تحتاج خبرة. التجارة الإلكترونية تحتاج ناس يعني خلاص اللابتوب وقابل وهذا، فلما نقول يعني المتعلم والغير متعلم، فهذا لأنها هي مي معلومة، عدة أصبح معلومات. البيزنس كله التقليدي أصبح إنه يعني ماشي على الانقراض، يعني ماشي على إيش؟ ماشي ينقرض يعني. لا بالعكس، قاعد يتطور في أفكار، مثل ما ذكر لي مرة الأستاذ فهد، قال لي يعني الحين أنت قاعد تطرحين فكرة أنه معلومات ودخل شهري بدون رأس مال، يعني بعد كم سنة تكون الفكرة هذه يعني خلاص سادت. فايش قلت لي؟ ذكرت انك قلت لي كلام بذاك الوقت اول ما تكلمنا في هذه المعلومات، فبعد 20 سنة انه بيقولون بنطارش اول من بدا هذه المعلومات، يعني فشيء يكون جديد. اي لما تصنفت هذه المسألة، فهذه من الامور اللي اعتز فيها واشكرك على هذا الكلام.